السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة باراميديكال دي زاد، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله تعالى وبحول الله راح ندير لكم فيديو جد جد مهم اللي تحتاجوه في حياتكم كامل، في خدمتكم في الدار ولا في الوسط الاستشفائي، اللي هو الأدوية الأكثر استخداما في الوسط الاستشفائي، وراح نفرز المشكل هذا اليوم إن شاء الله. وبلا ما نطول عليكم ندخلوا ديريكتومو في صلب الموضوع. نبدأ أولا بالسوليميدرول، كما راكم تشوفوا هذه في الفوتو، سوليميدرول عندها المادة فعالتها مثيل بريدنيزولون. سوليميدرول هذه يتوفر تحت عدة أسماء تجارية مثل ليزاميثيل، ميبرينال، ديموميدرول والميدرول، وهو علاج كورتيكوستيرويد وأيضا مضاد للالتهابات، يستخدم لتثبيط الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات وكعلاج إضافي لمرض السل. نروحو لحالات الاستعمال تاع السوليميدرول، لي زانديكاسيون، حالات الاستعمال تاعو عديدة ومتنوعة. كاين الالرجي سيزونيير اللي هي الحساسية الموسمية، كاين لي زونجين اللي هي الذبحة الصدرية، كاين لازم اللي هو الربو، كاين لابرونشيت اللي هي التهاب المجاري الهوائية، انفلاماسيون دون لو سفير اورال او لو سيستيم ريسبيراتوار اورال، يعني التهاب المجاري التنفسية والأنف والأذن والحنجرة. كاين أيضا دولور تروماتو إيريماتو، يعني الآلام الناتجة عن الصدمات والآلام الروماتيزمية في المفاصل، ويعتبر أيضا كعلاج إضافي لمرض السل. درك نروحو لفوا دادمينستراسيون، يعني كيفاه نحقنوه، اسكو فوا انجيكسيون انترافينوز ولا انجيكسيون انتراميسكيلار. سوليميدرول نقدرو نحقنوه عضلي أو واردي. معلومة فقط، كي يطلب منك الطبيب في الوصفة ميدرول معناتها راهو يهدر على الأقراص لي كومبريمي، كي يطلب منك سوليميدرول راهو يحكي على لي زانجيكسيون الحقن. عندنا النوع الثاني اللي هو الراتيدين أو الراتيديكس، وأيضا يصنفوا معاهم لازونتاك، هذوما كامل عندهم نفس الخدمة. الرانيتيدين أو ما يعرف بالاسم التجاري أيضا كما قلنا الأزونتاك، وهو مركب من مجموعة مركبات مضادات الهيستامين التي تقوم بتقليل إنتاج حمض كلور الماء من خلايا المعدة. عرف في تسعينيات القرن الماضي وأصبح شائع الاستخدام بين الناس لوقاية المعدة من الإصابة بالقرحة المعدية. يسبب زيادة الحمض أو لاميكوز دو كانال دو تيوب ديجاستيف، وبالتالي فإن الرانيتيدين يمنع التخريب. نروحو دركا ليزانديكاسيون تاع الرانيتيدين والازونتاك، عندهم قلنا نفس الاستعمالات اللي هي اولا لوزوفاجيت يعني التهاب المريء، عندنا ثانيا اللي هو غوفلي غاسترو اوزوفاجيا يعني الحريق تاع المعده اللي يرجع لك في المريء، عندنا ثالثا اللي هي لولسير غاسترو ديودينال يعني القرحه المعديه والاثني عشر. نروحو دركا لافوا دادمينستراسيون، يعني كيفاه نقدروا نحقنوه. عندنا نوعين، عندنا نقدروا نحقنوه بارفوا انتراميسكيلار وايضا بارفوا انترافينوز. عندنا النوع الثالث اللي هو ميتوكلوبراميد، متوفر تحت اسماء عده اللي هي اما البريمبيرون او المودينوم. ينتمي عقار البريمبيرون الى مجموعه ادويه من فئه المضادات للدوبامين والتي تساعد في التخفيف من اعراض الغثيان والقيء، فهو يحتوي على مادة ميتوكلوبراميد والتي تعمل على تسهيل إفراغ المعدة. ليزانديكاسيون تاع البريمبيرون أو المودينوم عندهم نفس الاستعمالات اللي هما لانوزي والفوميسمون، نستعملوهم يعني في حالة الغثيان اللي هو الفترة تاع الزعاف اللي تجي قبل القي هذيك، ويستعملوه ثاني في حالة القيء لو فوميسمون. لا فوا دادمينستراسيون تاع البريمبيرون او المودينوم هي نقدروا نحقنوهم بار فوا انتراميسكيلار و بار فوا انترافينوز. عندنا النوع الرابع اللي هو الاوندان سيترون ولا الزوفران، يعمل اوندان سيترون على الارتباط بمستقبلات معينه للسيروتونين في الجهاز العصبي المركزي وفي الاماكن الاخرى، مما يثبط عمليه الغثيان وبالتالي يمنع التقيؤ. الاوندان سيترون هو مثبط لمستقبلات السيروتونين، دونك لوندان سيترون سي تان انتي ميتيك بور لي مالاد كونسيرو. الاستعمالات تاعو متعددة اللي هما لي زانديكاسيون بور لا نوزي اي فوميسمون اسوسي ا لا شيميو ثيرابي انتي كونسيروز، يعني يستخدم لعلاج الغثيان والتقيؤ عند الاشخاص الذين يستعملون التداوي بالعلاج الكيميائي.
لافوا دادمينستراسيون تاعو يتمد بار فوا اي في لونت انترافينوز لونت. نروحو للنوع الخامس اللي هو السيفازولين، كيما راكم تشوفوا فيه في الفوتو سيتان انتيبيوتيك. السيفازولين هو مضاد حيوي وهو من احد انواع الحقن التي تساعد على قتل البكتيريا بطريقه فعاله في الجسم، وخصوصا عند اعطائها للمرضى قبل اجراء العمليات الجراحيه. يعتبر السيفازولين مضاد حيوي واسع المدى. اكتشفت هذه المجموعه من الأدوية منذ عام 1970، وتستخدم من ذلك الحين، وتقدم المجموعة بدور فعال وتقوم بدور فعال في تطهير الجسم من البكتيريا، كما لها دور قوي في قتل البكتيريا التي تنتج من التلوث الجرحي عقب إجراء العمليات، وأيضا يتم إعطائها للمرض كوقاية قبل الخضوع إلى العمليات الجراحية. Les indications du sifazoline, يعني الاستعمالات تاع السيفازولين. Le sifazoline est utilisé pour toutes les infections, par exemple les infections bronchopulmonaires, loirales, stomatologiques, septicémiques, endocardiques, génitales et urinaires, et pour les infections cutanées, séreuses, osseuses et articulaires. Il est utilisé aussi pour la prophylaxie d'infections post-opératoires en chirurgie. يعني نستعمله في كل حالات مثل عدوى الرئتين، الأنف والأذن والحنجرة، عدوى الأعضاء التناسلية والأعضاء البولية أو الجهاز البولي، وأيضا يستعمل في العدوى العظام والمفاصل، وأيضا الوقاية من العدوى بعد أي عملية جراحية. La voie d'administration تاع l'injection de cefotaxime. La voie d'administration par voie IV وأيضا par voie IM. نروح للنوع السادس اللي هو جاكتابان. جاكتابان هذا هو من عائلة البينيسيلين، وهو من أقدم المضادات الحيوية، ودورها هو إيقاف تصنيع الجدار الخروي البكتيري. يستعمل في علاج الالتهابات التي تسببها العديد من البكتيريا مثل الستريبتوكوك، الستافيلوكوك، الميننجوكوك، الليبنوموكوك. الأعراض الجانبية الممكنة اللي قادر تصرالنا في الانجيكسيون تاع جاكتابان اللي هي قادر تصرالك الحكة، الطفح الجلدي، الحكة في العيون، التهاب ولا انتفاخ في اللسان، واحمرار في الوجه. لي زانديكاسيون يعني وقتاه نستعملو جاكتابان هذا، كي تكون عندنا لي زونجين اللي هي الذبحه الصدريه، كي تكون عندنا لوندوكارديت اللي هي التهاب الغلاف الاوسط للقلب، كي يكون عندنا لي زانفيكسيون كيتاني بينيني يعني العدوى الجلديه الغير الحاده، كي تكون عندنا لا ديفتيري اللي هي الديفتيريا، كي تكون عندنا لا سيفيليس اللي هو مرض الزهري، كي تكون عندنا لا توكسيكاسيون سانغان اللي هي تسمم في الدم، دي مينانجيت التهاب السحايا، اليبنوموني اللي هي الالتهابات الرئويه او الالتهاب الرئوي. لا فوا دادمينستراسيون دو جيكتابان قادر نستعملوها بار فوا اي في حقن وريدي، وقادر نستعملوها بار فوا ايام اللي هي الحقن العضلي. للنوع السابع اللي هو اموكسيبان. الاموكسيبان ايضا من عائله الاموكسيسيلين، وهو مضاد حيوي يعمل للعلاج ضد البكتيريا والامراض المعديه. Les indications de l'amoxipène ou l'amoxicilline bisifaham, les hia, toutes les maladies infectieuses, les hia, yani, كل امراض المعدية. عنا في الامراض المعدية في الجهاز البولي, le système urinaire. عنا في le système digestif, الامراض المعدية تاع الجهاز الهضمي. عنا في le système respiratoire, يعني les maladies infectieuses, bien sûr, في le système respiratoire, يعني الامراض المعدية في الجهاز التنفسي. عندنا لي مالادي انفيكسيوز في لوسفير اورال، يعني الامراض المعديه في الانف والاذن والحنجره. عندنا لي مينانج اللي هي عدوى السحايا. عندنا لانفيكسيون دو لاجونسيف، عدوى اللثه. عندنا لي دون ولا لانفيكسيون دي دون اللي هي عدوى الاسنان. وعندنا لي انفيكسيون دي فوا جينيتال اللي هي عدوى المجاري التناسليه. لاموكسيبان ولا لانجيكسيون دي زاموكسيبان نقدر نستعملوها بار فوا ايام فقط، يعني حقن عضلي. نروحو للنوع الثامن اللي هو سباس موديل، او ما يعرف تجاريا ب اسباس فون. اسباس موديل او سباس فون يحتوي على المادة الفعالة الفلوروغليسينول، والتي من شأنها ان تعمل كمضاد للتشنج. دونك لو سباس فون سي تان انتي سباس موديك. لي زانديكاسيون تاع سباس فون، لو سباس فون بور تريتي لي دولور ابدومينال. لي دولور ابدومينال متفرقين، يعني الام البطن راح يتفرقوا. عندنا لي دولور دو تيب ديجستيف، غاستريك، انتستينال، ديودينال، اي فوا بيليير، يعني بصفه عامه نستعملوها لالام الجهاز الهضمي. عندنا
نستعملها ايضا بوغ لي دولور رينال، يعني الامراض تاع الكلى او المغص الكلوي. عندنا ايضا بوغ لي توكسيكاسيون اليمونتير اللي هي التسمم الغذائي، واخيرا بوغ لي دولور دو سيكل مونستريال شي لا فام، يعني الام دوره شهريه عند المراه. لا فوا دادمينستراسيون دي سباسفون نقدروا نستعملوا معاه طريقتين للحقن، بار فوا اي في يعني حقن وريدي، ولا بار فوا ايام عن طريق الحقن العضلي. نروح للنوع التاسع اللي هو مترونيدازول، ولا يسموه في الوسط الاستشفائي فلاجيل. فلاجيل سيتان انتيبيوتيك، يعني مترونيدازول من اشهر المضادات الحيويه التي تستخدم للقضاء على العدوى البكتيريه والطفيليه. فهو يعمل على قتل البكتيريا عن طريق تثبيط تصنيع الحمض النووي في الخليه البكتيريه. مترونيدازول يستخدم لعلاج العدوى البكتيريه في المعده والامعاء وباقي الجهاز الهضمي، وايضا الجلد كما المفاصل والجهاز التنفسي وعدوى الجهاز التناسلي وغيرها. Les indications du métronidazole، يعني الاستعمالات تاع الميترونيدازول اللي هو الفلاجيل. فلاجيل utilisé pour traiter les infections causées par des parasites et des bactéries anaérobies، c'est-à-dire post-opératoire. يعني الاستعمالات تاع الفلاجيل ولا مترونيدازول هي les infections abdominales، يعني عدوى البطن، les infections vaginales اللي هي العدوى المهبلية، وأيضا les infections intestinales اللي هي عدوى الأمعاء الدقيقة. par exemple la diarrhée، كي تصرنا عدوى في الأمعاء الدقيقة راح تصرنا la diarrhée automatiquement. la voie d'administration اللي نديرو بها الفلاجيل أو نحقنو بها الفلاجيل اللي هي évilante، c'est-à-dire perfusion intraveineuse lentement. نروحو للانجكسيون العاشرة اللي هي البروفول أو الديبريفان. الديبريفان هو دواء قصير المفعول يؤدي إلى انخفاض مستوى الوعي وضعف الذاكرة للأحداث، والتي تستعمل قبل وأثناء العمليات الجراحية، حيث أنه يعمل جزئيا عن طريق مستقبلات جابا. اكتشف البروفول سنة 1977. Donc le diprivan c'est un hypnotique et anesthésique. Il existe en ampoule de 200 mg sur 20 ml. Quelles sont les indications du profol ou diprivan؟ يعني الاستعمالات تاع البروفول. C'est pour la sédation en réanimation، يعني التخدير في العناية المركزة. Et pour la sédation au cours du procédure diagnostique ou chirurgical en association à une anesthésie locale, loco-régionale ou générale، يعني التهدئة أثناء العمليات الجراحية أو العلاجات التشخيصية. La voie d'administration du profol s'est utilisée par voie IV intraveineuse، يعني يستعمل عن طريق الحقن الوريدي فقط. نروح للنوع 11 اللي هو لوسيفاتوكسيم، أو ما يعرف في الوسط الاستشفائي باسم كلافوران. سيفاتوكسيم هو مضاد حيوي من السيفالوسبورين أو الجيل الثالث. السيفاتوكسيم أو ما يدعى في الوسط الاستشفائي كلافوران يعمل عن طريق قتل البكتيريا في الجسم. يستخدم السيفاتوكسيم لعلاج أنواع عديدة من الالتهابات البكتيرية، بما في ذلك الأشكال الحادة وتلك التي تهدد الحياة. ويستخدم السيفاتوكسيم أيضا لمنع العدوى في الأشخاص الذين يخضعون للجراحة أو العمليات الجراحية. Les indications du clafouran utilisé pour les infections sévères dues aux germes، يعني يستعمل للعدوى المتقدمة الناجمة عن الجراثيم. Pour les septicémies اللي هي تسمم الدم، et pour les endocardites اللي هي التهاب الغلاف الأوسط للقلب، وأخيرا pour les méningites اللي هي التهاب السحايا. La voie d'administration du clafouran s'est utilisée par voie IM et par voie IV، يعني نقدر نستعمله par voie عن طريق الحقن العضلي وايضا عن طريق الحقن الوريدي. مي جينيرالمون في الوسط الاستشفائي لو بلي ايتيليزي سي الحقن الوريدي.